المهم أن البائن حقيقة وقع فيها خلاف، البائن وقع فيها خلاف. مذهب أحمد الذي ذكرنا قبل قليل أن البائن لها سكنة ولها نفقة إن كانت حاملا فقط، إن كانت حامل لها سكنة ولها نفقة، أما إذا كانت غير حامل ليس لها سكنة وليس لها نفقة، سكنة ونفقة فقط إذا كانت حاملا. أبو حنيفة بالعكس رحمه الله تعالى يقول لها نفقة ولها سكنة حاملا كانت أو حائلا، بائنا كانت أو وفاة، يعني لها سكنة ولها نفقة. طيب الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن كانت حاملا لها سكنة وإذا كانت غير حامل ليس لها سكنة. طيب يعني فقط إن كانت حامل، إذا كانت محامل طيب لها فقط إيش السكنة وليس لها النفقة. لماذا؟ قال لأن الله تبارك يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهذا مطلق الحامل وغير الحامل، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قالوا وهذا في المطلقة، قال لأن غير في المطلقة البائن، قال لأن المطلقة الرجاء أصلا ما تخرج من بيتها، فهنا توفير السكن إذن هو للمطلقة البائن، المطلقة البائن غير الرجاء. إذن ثلاثة أقوال، قول أحمد فقط إن كانت حاملا لا سكنة ونفقة، أبو حنيفة لا سكنة ونفقة مطلقا، الشافعي في تفصيل يقول إن كانت حامل لها سكنة ولها نفقة، إن كانت غير حامل لها سكنة وليس لها نفقة. وحديث فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثا طيب قال النبي لا سكنة لها ولا نفقة، هذا أي قول الحنابلة لا سكنة لها ولا نفقة، لكن في بعض روايات هذا الحديث أنها أرادت تسكن في غير مسكنها فقال لا سكنة لك، مقصود سكن الجديد، لكن سكن القديم لها بدلالة الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا القول الظاهر والله العالم أقوى الأقوال هو قول الشافعي في هذه المسألة أن لها السكنة، وأما النفقة فإذا كانت حاملا لها نفقة وإذا كانت غير حامل فليس لها النفقة، والله أعلم.